اسمعي اقول لك احنا تحت، يلا انزلي. من جدك؟ لا لا امزح، 5 دقايق واحنا عندك، بس خليك جاهز صار اوريدي احنا متاخرين. شو اسوي طيب؟ قالوا بيوصلون اليوم وما وصل. جاهزه، انا انتظر الكعب يوصل بس. اخلص علينا البسي اي شيء، ترى ما عندنا وقت. خليني اتصل عليهم واشوف. لو سمحت وين الشحنه؟ قلتوا لي بتوصل اليوم العصر ولا الحين ما وصلت؟ ايوه ايوه جايتك جايتك ان شاء الله. بس فضلا انت باي منطقه؟ عفوا، كم يوم ان شاء الله وانا عندك؟ كم يوم ان شاء الله؟ تحط عميلك في الموقف سلاسة حولك وحولهم مع خدمة الدارك ستورز. نجهز طلبات متجرك ونوصلها في ساعتين.